لقد هجرت منذ فترة طويلة فكرة وجود حياة بدون عواصف أو عالم بدون مواسم قاحلة وقاتلة. إن الحياة معقدة إلى حد بعيد ومتغيرة بصورة دائمة، ولا يمكن أن تكون إلا كذلك. وأنا بطبيعتي متقلبة جدا، ولا أستطيع أن أكون أي شيء إلا شديدة الحذر من المحاولة غير الطبيعية المهلكة لممارسة تحكم كبير جدا بقوة لا يمكن التحكم فيها بالأساس. سوف تكون هناك دائما عوامل دافعة ومقلقة، وستبقى هناك. إنها في نهاية الأمر اللحظات الخاصة من القلق والسوداوية والقناعات والحماسات المجنونة التي تشكل جوهر حياة الشخص وتغير طبيعته واتجاهه عمل المرء.